أهلا بكم من جديد. تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أطلق وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني صادرات البحرين، وذلك بمقره بمبنى بيت التجار. ويعد صادرات البحرين أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص. ويأتي تدشين صادرات البحرين بالتعاون مع صندوق العمل تمكين، والذي تصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية. الهدف الرئيسي من هذا المركز هو دعم الصادرات البحرينية لنصل للعالمية. الصادرات ما نقصد فقط المنتجات البحرينية، ولكن أيضا الخدمات والأفكار والابتكارات البحرينية. أمامنا خطة طموحة للخمس سنوات القادمة فيها معايير واضحة. المعايير هي زيادة حجم هذا القطاع في الصادرات من 8 إلى 20%، زيادة عدد البحرينيين العاملين في هذا القطاع من 36,000 إلى 43,000 منتمي لهذا القطاع، وخلق فرص جديدة للمصنعين والمبتكرين البحرينيين لغزو أسواق جديدة في المنطقة أو في العالم. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم بنسبة 0.5%، مقفلا عند مستوى 1312 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6,533,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 829,000 دينار تم تنفيذها من خلال 36 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 90.89% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وبالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7711 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.42%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5002 بانخفاض تجاوز النصف نقطة مئوية. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2817 نقطة بانخفاض نسبته 0.29%. أطلق برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص نما مبادرة لرفع رأس مال البرنامج ل 800 مليون ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، التي تمت بناء على الأمر السامي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي وقدره 72 مليار ريال. وتركز المبادرة على دعم البرنامج بالتوسع بجميع أعماله المتمثلة في تقديم الكفالة كنوع من الضمانات للبنوك وشركات التمويل بهدف تحسين قدرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من جهات التمويل المتعاونة مع البرنامج.
ورفعت هذه المبادرة سقف الكفالة لتصل إلى 2.5 مليون ريال للمنشآت الصغيرة و15 مليون ريال للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى تمكين البرنامج من التوسع في تقديم خدماته لشركات التمويل غير البنكية. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك منح شركة توتل الفرنسية حصة في امتياز حوض غاز غير تقليدي في منطقة الرويس، وقالت أدنوك أنها وقعت اتفاقا نيابة عن حكومة أبوظبي مع توتل تحصل بموجبه الأخيرة على حصة 40% في امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدي في منطقة الرويس، وذلك لاستكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز غير التقليدية، مضيفة أن مجموعة أدنوك ستحتفظ بحصة 60% من هذا الامتياز الاستراتيجي الذي يعد خطوة مهمة نحو إنتاج مليار قدم مكعب يوميا من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام 2030. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. يوم العزاب يدر على علي بابا 10 مليارات دولار في ساعة. نفت مصر ما أثير بشأن تخفيض رواتب الموظفين، وأكدت استمرار إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما أثير بشأن تخفيض رواتب الموظفين حال حصولهم على إجازات من رصيد الإجازات السنوي، وأكد أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة حال حصولهم على إجازاتهم المستحقة سواء العارضة أو الاعتيادية، وشدد على حق كل موظف في الحصول على كامل مستحقاته المالية بما في ذلك الحوافز والعلاوات المخصصة له حال حصوله على رصيد إجازاته القانونية. اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنه يجب أن يكون هناك مزيد من الانفتاح الاقتصادي لمحاربة الشعبوية، وذلك في مقابلة مع صحيفة فرنسية. وعبرت لاغارد عن بالغ قلقها إزاء التطور السياسي في العالم والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية خطيرة، وشددت على أن مواجهة الشعبوية تكون بمزيد من الانفتاح. وقالت لاغارد: المهم هو أن العولمة يجب أن تتطور بطريقة مختلفة مع احترام أفضل لقواعد اللعبة وللبيئة. أقال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن أرفع مسؤولين لقطاع الاقتصاد، حسب ما أعلنت حكومة الاقتصاد 11 في العالم التي تواجه تباطؤا في النمو وارتفاعا في معدل البطالة وتفاوتا في الدخل. وأعلن ناطق باسم الرئاسة الكورية الجنوبية أن وزير المال كيم دونغ وكبير مسؤولي السياسة الاقتصادية في الرئاسة جانغ ها أقيلا من منصبيهما، وكانت معلومات تحدثت عن خلافات بين الرجلين بشأن طرق معالجة الوضع. تمكن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا من إنجاز مبيعات قيمتها 9.92 مليار دولار في الساعة الأولى من يوم العزاب السنوي، بزيادة نحو 21% مقارنة مع العام الماضي حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان. ويوم العزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية في أنحاء العالم، وفي العام الماضي بلغت مبيعاته 24.15 مليار دولار. وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم، ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عزاب للشركة تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما. وفي حين تنمو المبيعات بالطراد، فإن سهم المجموعة انخفض 16% العام الحالي وسط حالة من الضبابية الاقتصادية نتيجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.